بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي أناس يقول ما أهمية هذا التوحيد الذي دائما تقولونه دائما ترددونه، ما أهميته في حياة الناس؟ له أعظم الأثر في الدنيا وفي الآخرة. أما أثره في الدنيا فهو الحياة المطمئنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة أعظم أثر أن تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تأصيل هذا التوحيد هو أعظم بر بالناس وأعظم إحسان إلى الخلق. فالإحسان إلى الخلق بالصدقة إحسان، لكن بنجاتهم في الدنيا والآخرة بتأصيل العقيدة بتأصيل توحيد العبادة، هذا أعظم بر وإحسان إليهم وأعظم نفع لهم. فالذي يعلم التوحيد ويعلم هذه العقيدة سواء في المساجد أو في المحاضرات أو في الجامعات يحتسب أنه ينفع الناس بأعظم نفع، وهو في ميراث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك حماية هذا الأصل واجبة، وتأصيل توحيد الإلهية في الناس واجب، لأن به سعادة الناس في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. فالأفراد يجب عليهم أن يهتموا بذلك، وكذلك الجماعات التي تعمل للإسلام في كل مكان يجب أن يهتموا بتنقية النفوس لتكون لله جل وعلا وحده، وأن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل في التوحيد.